السلام عليكم. في إطار العملية الضخمة التي تشهدها عدة ولايات في يعني عمليات تاع توزيع المياه واستغلال المياه المحلات، يعني كل الولايات القريبة من هذه المحطات الجديدة اللي راهي قيد الأشغال سوف يتم تمويلها بالمياه الشروب على يعني الواقعة في قطر 150 كيلومتر. وفي هذا الإطار استفادت ولاية القالمة من حصة نتاع تمويل من محطة تمويل تحلية مياه البحر بكدي الدراوش بولاية طارف، إذن استفادت من حصة نتاع 40,000 متر مكعب يوميا. والآن يتم الانطلاق في المشروع نتاع يعني إنجاز الشبكة نتاع المياه نتاع التمويل، إذن الشبكة نتاع المياه نتاع الإمدادات نتاع المياه المحلات باتجاه ولاية قالمة. وللعلم أنه هذه الأشغال نتاع الولاية يعني نتاع الأنابيب مد الأنابيب نتاع التمويل من المحطات اللي راهي تقرب الأشغال انتهاء منها، هذه الخمس محطات الموجودة على الشمال، هذه المشاريع نتاع الإمدادات لا تقل أهمية عن المشاريع نتاع الإنجاز نتاع المحطات في حد ذاتها، لأنها تعتبر مشاريع ذات يعني تكنولوجيا يعني جد عالية، وفيه أشغال كبيرة وتحديات كبيرة لإيصال المياه على امتداد 100-150-120 كيلومتر، يعني حسب التضاريس، يعني في بعض الأماكن فيه تضاريس كبيرة ولابد يعني التحدي يعني رفع التحدي وتوصيل المياه هذه من المحطات المتواجدة على الشمال على الشريط الساحلي، يعني إيصال هذه المياه إلى الولاية الداخلية، مش داخلية يعني في حدود القطر نتاع 150 كيلومتر، ما بعد يعني ما بعد 150 كيلومتر ففيه مياه تاع سدود إذا سوف تستعمل. يعني أما الآن فالولاية قال ما تعرف انطلاق المشروع نتاع الإمداد نتاع إذا المياه من سد كودي التراوش بالقالة إلى ولاية قالما، وعلى غرار مدينة عنابة كذلك اللي استفادت من حصة نتاع المياه إذا الشروب من سد القالة، إذا فيه إذا كذلك أشغال لمد خط أو مد أنبوب إمداد أنبوب للتزود بالمياه المحلات. إذن كل هذه المشاريع نتاع الإمدادات وتاع الشبكة الوطنية للإمدادات بالمياه الشروب من محطات نتاع يعني الإنتاج المياه هذه باتجاه المدن الداخلية، كل هذه الشبكات راهي قيد الأشغال في كل الولايات على مستوى البجاية وكذلك على مستوى ولاية تيبازا وكذلك على مستوى ولاية وهران. كل هذه الولايات وين كاين محطات لتحلية مياه البحر فيه أشغال نتاع إمداد أنابيب ضخمة لتوصيل المياه، فيه توزيع بحصص لكل مدينة ولكل تجمعات سكنية حسب يعني الطلب حسب الاحتياج. إذن فيه عملية ضخمة لمد أنا يعني أنابيب انت التوزيع انت هذه المياه باتجاه المدن الداخليه في حدود اذا القطر نتاع 150 كيلومتر. اذا نكتفي بهذا، نترككم تتابعون ولنا فيديوهات اخرى وصور اخرى عن مشاريع تاع امدادات انابيب اخرى في ولايه بومرداس ووهران والولايات الاخرى. نترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم. وعن بالهم باللي هذا المشروع راح يعود بالفايده خاصه عليهم هما وعلى الولايه كامل. واش كيما قلت لك انا ناكد برك على ان شفت البروسيدير دو ريكروتمون هزوا لي ولاد المنطقه، الاولويه تروح لولاد المنطقه داكور. بون سيدي باغ لا سويت دي سبيسياليتي اللي ما تلقاهمش هنا سي لا ولايه، وكان سي فو الي ايور فوزالي الي ايور، مي الفو بريوريزي ولاد المنطقه.